بدوره قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية جوزيب بوريل إن منتدى حوار المنامة يمثل فرصة لإصدار إنذار لضرورة الخروج من الأزمة الحالية في قطاع غزة. وأشار الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية إلى أن هذه المرحلة تتطلب عملا سياسيا، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتجاوز الوضع الصعب في الشرق الأوسط، لافتا إلى وجود جهود أوروبية عربية لإحياء حل الدولتين واتخاذ خطوات حقيقية في هذا الاتجاه.